أيها الجنود، وراء العدو أكل النمر. ظريف، وقع من الفضاء. مرشد لي أنا، لي أنا فحسب، لي أنا، لي أنا، لي أنا. أوه، ولكن هل هو حي؟ بالطبع إنه حي. انظر إلى أنفه، أهو أكل للنمر؟ انذار أصفر، أكل نمل عملاق في المنطقة السابعة، عودة إلى القاعدة. هذا ليس بآكل للنمل أيتها الفتاة الصغيرة، إنه فيل. ولكن هذا الفيل يبدو ضعيفا جدا جدا، وهو بحاجة إلى نفخة الحياة. من أنتما يا صديقي؟ إدواردا أكلة النمل دي سيلفا، لكن ناديني دودا، أنا أكلة نمل نباتية. السيد ناصر تحت تصرفك. وأنت يا عزيزي؟ أنا مجرد فيل، واسمي طبعا اسمي لا أستطيع تذكر اسمي. مزحة جيدة، فيل بدون ذاكرة. أيها المسكين، لا تستطيع تذكر اسمي. حسنا، اسمه كاجا، وهو ليس من السافانا، إنه فيل من الهند. كاجا؟ ممكن أن يكون هذا الاسم مألوفاً، ولكن هل أتيت من الهند؟ كيف تعرف ذلك؟ نصر عجوز مثلي يعرف شيئاً أو اثنان يا بني، ولكن هذه المرة رأيت هذه الصورة هنا. انظر. كاميرتي، أنا أحب التقاط الصور، أذكر ذلك. يجب أن أحذر الحاكمة، إن أكلي النمل يخططون لشيء ما، إنه هجوم. هذا ما يحصل عندما أعرض مسرحيتي. ولكن هذا الكائن ليس بأكل النمل. دعني أراها، بالون كبير، أليس هذا رائعا؟ المنطاد؟ أتيت من الفضاء صحيح؟ لا أعلم. هيا يا صديقي اتبعني. إما أنك أتيت بهذه المركبة التي تطير، المنطاد، أو أتيت طائراً. طيران؟ أنت لا تستطيع. أنك تريد مساعدتي. أنا أساعدك يا بني، عندما وصلت إلى هنا كنت تنظر إلى الخلف، والآن تعلمت بأنه يجب عليك النظر إلى الأمام. واو، النسر، يا له من شخصية. أجل أجل، إنه مكان جميل البدء برحلة فيه. أو أجل، رحلة، رحلة نقوم بها نحو النجوم معاً، أنا وأنت. معاً؟ بالتأكيد، فأنت مرشدي، أنت. حسناً، يمكنك المجيء معي، ولكن يجب أن تتحلي بالهدوء، لأنني بحاجة لتنظيم أفكاري جيداً. سيكون الهدوء أمراً رائعاً، فمؤخراً كنت شديدة القلق، لقد تأملت كثيراً. حتى أنني أستطيع بناء المطرح. حسناً، لقد فهمت، هذا ظريف. انظري، ما رأيك بنغمة مختلفة؟ أجل، فأنا أعرف أغاني كثيرة، تعلمت الكثير من النمل، هم يغنون هكذا: نحن النمل الذي يعمل، بدون توقف نحمل الأوراق. نمل كادح حامل الأوراق، نمل كادح حامل الأوراق. أنت صديقي، لكنني حولة العينين. يا صديقي، أتيت من دودا 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 دودا، لقد تحمست، أمسكي بالطبل وغني لي مجددا، هل فعلتي؟ لا شيء قادر على إيقاف كاجا. هاي، تم إنجاز المهمة كابتن. استرح أيها الجندي. هاي، أخرجوني من هنا. استرح أيها الجندي، فأنت في حضرتي، حاكمتنا. كابتن، لقد نجح الفخ سيدتي، وأمسكنا بآكل النمل العملاق. يا له من وحش بشع. أجل، وهو كائن في غاية الخطورة. خطير. و...
ولكن أنا لست خطيراً، كما أنني لست بأكل نمل. اهدأ قليلاً أيها البدين، لدينا مزيد من الرجال في القطار. أي قطار؟ هذا القطار. كابتن! أجل، القطار. هذه هي الطريقة التي سنعود بها إلى كوكبنا. ماذا؟ هذا القطار سيأخذنا إلى مدينة فرجينيا، حيث ستقلنا السفينة الأم إلى الوطن. يبدو أن الجميع قلقين وعصبيين. أنت حقا لوقح. لدي سمكة أخرى، وسأقرر لاحقا بشأن مستقبلك. أحلاما سعيدة أيها البدين. كاجا، أيها الفيل الصغير. ما أنا كاجا. حسنا، وأنا الجونيور. نمت جيدا أيها الفيل؟ لا أتذكر جيدا. مهلا، هل ناديتني بالفيل؟ فالحشرات لا يعلمون بأنني فيل. هي، أنا أعرف عندما أرى الفيل الآسيوي أمامي، وأنا آسف لكنني لم أخبر والدتي، أقصد الحاكمة، بأنك لا تأكل سوى الخضار. لا بأس، لا تتكلم مع الصغير. أجل، هذا ابني. اهدأ يا أمي. اخرس، سأتخلص من هذا الوحش. مهلا دقيقة سيدتي. أيها الجنود، تشكيلة الهجوم، فاليوم سنمضغ شيئا أكثر نعومة من الخشب. انتهى أمري. أطلقوا سراح الفيل الآن وإلا سوف تراه. أحسنت دودة، أرهم ماذا لديك. حرروا بعض وإلا ستدفعون الثمن. أيدكم. أجل دودة، انطلقي هيا. دعوا صديقي وشأنه وإلا التهمتكم جميعا. أجل دودة، انضغيهم هيا. لا مهلا، لا تمضغيهم فأنت نباتية. اليوم كل شيء ممكن. لا يا دودة، تذكر الأغنية. دودة لا تأكل الحيوانات. 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 أيها الجندي، أحضر رقعة أخرى لعيني، فهذه رطبة قليلا. أكلة نمل نباتية. هذا صحيح أيها الصغير، دودة لا تأكل الحيوانات الصغيرة مثل كاجا. إذن ألا يمكنك إطلاق سراحي؟ هذا الوحش الأصفر يسيطر على أكلة النمل، وقد يكون مفيدا جدا لنا. ولكن أيتها الحاكمة. كابتن. أطلقوا سراح البدين. حسنا، هذه هي، لا أحد قادر على إيقاف كاجا. المنطاد. المنطاد الموجود في الصورة. السفينة الأم. كابتن، وأخيرا سنذهب إلى الوطن. أيها الجنود، شغلوا المركبة البخارية، أطلقوا الكوابع. ولكن خزان المياه فارغ. أيها الجندي، حتى لو فعلنا الأسوأ سنعاقب في كلا الحالتين. عد إلى هنا أيها المنطاد، عد إلى هنا. مرحبا أيها المنطاد. قطار الحشرات، اركضي يا دودة، اركضي هيا. ضاعف السرعة حالا. الفيل يطير، عرفت ذلك. دودة، القطار. مرحبا. ابتعدي فورا. ابتعد فورا؟ احترسي. فهمت، يجب ان اخرج الطاقات السلبية من جسمي. كابتن، أكلة النمل على السكة. لا يمكننا التوقف يا بني. دودة. كابتن، يجب أن تتوقف. أيتها الحاكمة. السفينة يا بني قد تكون آخر فرصة لنا. أرجوك أمي. أوقف القطار. لكن كاجا، كنت تطير فعلا. أجل، رسوت على مؤخرتي أولا. أيتها الحاكمة، الارتطام مع الفيل لم يؤذي القطار. ما الذي تنتظره إذن؟ خلف السفينة في الحال. لقد نفذ الماء. أيها الفيل،
لقد دمرت خططنا في العودة إلى الوطن. حقا؟ كنتم تصطدمون بنا. كنتم في طريقنا. ماذا يمكننا أن نفعل؟ فنحن نريد ذات الشيء. وبالحديث عن الأمر، هيا بنا أوصلونا. تأخرت كثيرا. بوجود مضخة كهذه سنحتاج لأسابيع لملء خزان المياه. كم هذا رائع. أعتقد أنه يمكنني المساعدة. هكذا إذن، في النهاية ركب الفيل وأكلت النمل قطار الحشرات. خطوة واحدة للأمام وسوف تسير بأقصى سرعتها. كلمات جميلة أيها الكبير، ما رأيك بأن نغني أغنية؟ هيا بنا جميعا. الصديق الأصفر وقع من السماء، الثرثرة تتأمل بكل دهاء، إنهم يحملون المدينة في القطار، يعثرون على الصديق لكل إطار. قطاري رئيسي، لا يعلمون إلى أين يذهبون، يبحثون عن رحلات فيها يلهون. قطاري رئيسي،